وهسه راح احكي لكم السبب ليش انا تركت اليوتيوب وما انزل فيديوهات. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ بس خل احكي اوكي اعرف ساحب على القناة وما منزل شي صار لي شهرين، بس اليوم رجعت. قبل كل شي شباب احب اعتذر منكم على هاي السحبة، مو بيدي الصراحة، والله مو بيدي، صارت عندي ظروف راح احكيها بنهاية الفيديو، يعني السبب الحقيقي اللي خلاني اترك اليوتيوب لشهرين. وبنفس الوقت احب اشكركم من كل قلبي على هذا الدعم خلال شهرين، يعني انا ما منزل ولا مقطع خلال هاي الشهرين وباليوم ازيد 4000 مشترك. والله اشكركم من كل قلبي على دعمكم على ثقتكم بي، وان شاء الله بعد ماكو سحبه. ركزوا وياي، هاي الفقره مهمه، بعد ماكو سحبه كل يوم الساعه بالوحده الظهر، بهالساعه بالوحدة الظهر راح انزل فيديو، يعني كل يوم كونوا متأكدين، حتى اذا ما اجاكم اشعار ادخلوا على القناة وراح تلقوني منزل فيديو. صح هذا الشيء صعب، يعني التنزيل اليومي صعب، بس ان شاء الله اقدر انزل لكم كل يوم مقطع. فاليوم شباب عندي لكم خبرين، خبر حلو وخبر مو حلو، بس راح احكيهن بنهاية الحلقة، لان اليوم راح اشوفكم غرفتي ومكاني الجديد، السيت اب للحركات. اوكي، هاي غرفتي شباب، طبعا اللي ما يعرف غيرت مكاني، هذا هو مكاني الجديد وهاي البي سي، بس هسه اشوفكم التفاصيل. اليوم راح اشوفكم كل شيء بالتفصيل. هذا الباب اجي منه ادخل، اكو منه هذا السرير مالتي، طبعا الغرفه شبه فارغه لان ما بعدني جديد ومجهز بس الاشياء الاساسيه، مثلا السرير، الميز، الكرسي. اوكي، اول شيء نجي السرير مالتي، يعني سرير بسيط متواضع، احنا عندنا الدبدوب. هنا عندنا مرايه تسليكيه، وين هذا اني هلو. هنا عندنا الصوبه، ما مشغلها بحياتي وما اعرف شلون تشتغل، المهم هاي الصوبه ما احتاجها، الجو حلو يعني. ثاني شيء عندنا هنا الكنتور الصغير المتواضع، صح صغير هو بس مؤقت. هنا عندي لابتوبي استخدمها عند الضروره، اشوفكم اياها، ام اس اي، لابتوب جميله يعني، اغراضي وملابسي اذا افتح الكنتور يوقع يعني. هنا هاي جنطتي لسافر بيها دائما، شوف هذا السفرات رايح لكل دول العالم. شوفوا كم لزقه، كل رحله لزقه، وما كذب كذب ما مسافر قليل. هسه الجزء اللي تحبوه، اكيد تحبون هذا الجزء اللي هو السيت اب او البي سي. يلا جاهزين، 1 2 3 اوكي، هذا هو السيت اب يا شباب، السيت اب البسيط المتواضع. هنا عندنا الكرسي، احلى شيء هو الكرسي، هو كرسي مكتبي عادي مو مال جيمنج، بس بيه عده مميزات، يعني تقدر هاي الايد تغير مكانها وتقدمها وترجعها، وهذا الظهر ينقلب ويرجع هيك ويفتر هيك، عرفتوا؟ ما علينا من الكرسي، نجي هسه على السيت اب. اول شيء خل اشوفكم الكيبورد، طبعا صيني، يعني احب الصيني ما احب الميكانيكي، لان الميكانيكي يطلع صوت بالفيديو، صوت مزعج، تك 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 تك، هذا ما يطلع صوت، شوف السايلنت. وبعده مميزات، يعني تقدر تغير الالوان وهاي حركات. خل اشوفكم ميزه كلش عجبتني بهذا الكيبورد، احلى ميزه بيه، شوفوا من تدوس دقمه طين تن 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 تن. بالرغم ما هو صيني يعني ورخيص، بس حلو. هنا عندنا الماوس ريزر، ماوس القديمه صالي سنتين، هنا ماوس باد جميله صغيره حمراء. عندنا هنا الشاشه، الزوز الشاشه كلش حلوه، طبعا تتصعد وتتنزل وتفتر وتنقلب وكل شيء تقدر تسوي بيها. هنا عندنا المايك الجميل بلويتي، احسن مايك مستخدمه لحد الان، هو اكو احسن منه بس هذا يعني ممتاز، انصحكم به هذا المايك. والهيدسيت من شركه كرييتيف، هيدسيت جميل ومريح كلش. هاي الساعة، تسألوني شنو هاي الساعة؟ هاي هي ساعة، هي تايمر، يعني تعد لك الوقت من ابدي اصور اشغلها، من يوصل الفيديو مثلا 20 دقيقة 15 دقيقة يطلع على الشاشة، بس هاي كلش مفيدة، بس للأسف الباتري خلاص، لازم نشتري باتري جديد. اوكي، خلينا نرجعها بمكانها. وهنا عندنا بلاي ستيشن 4 برو، هذا بلاي ستيشن جبته وياي من العراق طبعا، ما عفته. هاي اليد، هنا عندنا الألعاب جراند وباتل فيلد، وعندي بعد محمل حملت جود اوف وور. هاي النظاره خل اشرح لكم عليها، شوفوا هاي النظاره صفراء خل البسها، هاي شنو فائدتها؟ هاي مو ما طالعه، مو حاسب بالكم اطلع بها، لا يطلع شكلي كلش غبي يعني. هاي طبعا تحمي العين من الاشعه اللي تطلع من الشاشه، شاشه التليفون او التلفزيون او البي سي، تحميها من الاشعه، الاشعه اللي تطلع من الشاشه مختلفه، يسموها الاشعه الزرقاء ما ادري شنو، البلو لايت هيك شيء، فهاي تمنع هذا الضوء، هذا الضوء مو بس ياذي العين، لا هذا الضوء يخربط النوم مال الانسان ويخليك تتاخر بالنوم، يعني تضل قاعد للصبح، فهاي النظاره راح تفيد بهذا الشيء وراح يترتب نومك. انصح اي واحد نومه متخرب بسبب البي سي او الالعاب يشتري هاي النظاره كلش رخيصه، خليه يكتب شو اسمها، بلو لايت هيتشي جلاسز ما ادري، راح اكتب اسمها هنا
هسه نجي على البي سي. هذا البي سي طبعا راح تسألون شنو هذا الشيء فوق هذا؟ الواي فاي. الواي فاي لكنك بيه على الراوتر، واي فاي جميل يعني من شركة ازوز، نفس الشاشة والمذر بورد. هذا هو البي سي، يتغير ان الالوان مالته. اذا ندوس هاي الدقمة شوفوا، صار ازرق اخضر، اقدر اتحكم بيه ازرق اي شيء، اضاءة بالفان الخلفية، ومن هنا قزاز يعني، ومن هاي الجهة هم قزاز. بالليل شكله كلش حلو، اذا قدرت بالليل اصوركم لقطة وادمجها بالمونتاج. كرت الشاشة 1070، يعني بصورة عامة البي سي مالتي مو كلش قوي، يعني قوي هو بس مو كلش قوي. هاي هي النظرة الأخيرة للبي سي ماتي. صح من فوق تشوفوه حلو ومرتب، بس إذا أنزل جوا راح تقولون لا مستوى لا. يلا جاهزين للصدمة؟ 1 2 3 شنو هاي الوايرات؟ شنو هاي الوايرات؟ أنت التلفون دق وايرات أسلاك بكل مكان، خرابيط صح. آسف شباب، آسف آسف جدا، ما لحقت أرتبهن أسوي كابل مانجمنت، بس أسلك أموري مؤقتا. هنا رابط البي سي والشاشة وبلاي ستيشن، وهنا عندنا مرات القاع بالليل تصير باردة، فواحد يخلي رجله عليهم، عرفتوا؟ خل اشوفكم المنظر من البلكونة مالتي. اوكي خلينا نطلع. اوكي هذا هو المنظر من الخارج، شوفوا. اوكي ها حمامة، حمامة والله حلوة، خل اقرب عليها. هاي دائما هنا طبعا يوقفون حمام، وهنا يجن هذه شام صديقتها. شوفوا المنطقة الان قاعد بيها، شوفوا الجبال، شوفوا الجو اليوم والله خرافي. جبل، شوفوا هذا الجبل، انتبهوا عليه من دائر، ما دائرنا كلها جبال. شوفوا من نايفتر الجبل وكامل، يعني احنا صايرين بوادي ما اعرف وين. المهم هاي المنطقة، الجو كلش جميل، احتمال تمطر لا والله ما تمطر بالليل. المنظر كلش حلو منا، بس بالليل صراحة ما اقدر اوقف هنا لان اصير باردة كلش. اوكي هسه راح احكي لكم سبب السحب عن القناه. يعني لا حس بالكم اني مرتاح هنا وما انزل فيديوهات وها هي اسحب على القناه وما انزل اي مقطع، لا مو هذا السبب. انا من المستحيل يوم من الايام انسى قناتي وانسى المشتركين وما انزل اي شيء. اصلا هو اليوتيوب احلى شيء هو صار بحياتي، غير حياتي 180 درجه، واحلى شيء صار بحياتي هو اليوتيوب. وهسه راح احكي لكم السبب ليش انا تركت اليوتيوب وما انزل فيديوهات. السبب هو انا سافرت هنا، اجيت بتركيا، راح ابقى هنا فترة مؤقتة، أظل أنزل فيديوهات لأن بآخر فترة بالعراق النت صار كلش ضعيف وما أقدر أصور نهائيا، ما أقدر أسوي فيديوهات، النت كلش ضعيف. يعني اليوتيوب يحتاج لنت قوي، بس النت بالعراق كلش ضعيف. يمكن حتى أنتوا هسه إذا تشوفون الفيديو كل شوية قطع، أحكي ها وقف شوية شوية، مو صحيح؟ اللي تابعنا من العراق يمكن الفيديو عنده يقطع، مو صح؟ فأني ما أقدر أستمر باليوتيوب بالعراق. يعني تقبلون أترك اليوتيوب وما أنزل لكم أي شيء؟ أكيد ما تقبلون، وأني هم ما أقبل. لهذا أحسن حل أجي هنا مؤقتا لحد ما تتحسن الظروف بالعراق، يتحسن النت وأرجع. إذا صار النت زين هسه، هسه ارجع اخذ جنطتي وارجع هسه والله. فاجيت هنا خلال شهرين اخذت هذا البيت واثثته وسحبت له نت وكهرباء ومي، وهذا الشيء يطول يعني، واني مو بس وحدي، اني اهلي وياي. فهاي العمليه مو يعني شغله اسبوع، اكيد تطول شهرين. وحتى يعني ردت ارجع باسرع وقت. اذا تشوفون ما مجهز اي شيء، بس البي سي وغرفتي فارغه يعني مثل ما تشوفون، على مود ارجع انزل لكم مقاطع. هواي طلعت اشاعات، هواي طلع حكي مصطفى مات، مصطفى امه توفت، مصطفى صار به، لا تصدقوهم كله كذب. انا السبب هو انه جيت انتقلت هنا، بس هذا هو السبب، لا تصدقون باي واحد. اوكي انا راجع لكم كل يوم الساعه بالوحده، حتى اذا ما جاكم اشعار دخلوا وراح تلقون فيديو موجود كل يوم، كل يوم تدخلون فيديو كل يوم every day. وطبعا ما انسى فضل صديقي هنا بتركيا اللي ساعدني بالبيت، بالتأثيث، بالكهرباء، بالنت، يعني وقف لي وقفة مو طبيعية. اريد من يمكم تدعموه، يعني اذا تحبوني وتعزوني اصدقائي دعموني ساعدوني، يعني اللي هم احمد وسلام عندهم قناة، يعني اثنيناتهم عندهم قناة راح اخليها بالدسكريبشن، قناتهم بيها 25 ألف مشترك. اريد
من يومكم توصلوها 100,000 مشترك بيوم واحد. هي بيها 25,000 القناة، يعني باقي بس 75,000 على مود توصل 100,000. فسهلة عدنا، هسا كل واحد يروح يشترك وخلاص. اللي يسأل شي ينزلون بقناتهم، ينزلون بيها معلومات على تركيا، فلوقات بتركيا، اللي يريد يجي هنا يعيش يسوي إقامة. حتى إذا أنتم ما مهتمين بهذا الشيء ما يخالف، روح اشتركوا مش خسراني. هسا جينا للأخبار، أدي خبر حلو وخبر مو حلو. أول شيء نجي على الخبر المو حلو حتى تضوجون وبعدين تفرحون. تعالوا تعالوا خل اشوفكم هذا الخبر الموزين. ترى شوفوا شنو هذا، الدرع اليوتيوب الذهبي، درع اليوتيوب الذهبي الثاني والدرع الفضي. طلعتهن من الاطارات مالتهن وجبتهن بس هذني. ها شوفوا ليش، لان صار وزنهن كبير وحجمهن كبير ما يكفي بالجنطه، فاضطريت انه مو اكسرهن، افتحهن واجيب بس القطع مالتهن، واني هنا راح اسوي لهن اطار يعني على مزاجي كاستمايز. اوكي، اطار على مزاجي، الخلفيه اللي ورا الدرع على مزاجي، اللون اللي اريده احمر وردي برتقالي بكيفي. اوكي، فهذا الشيء مال الدروع وترتيبها راح اسوي عليه فلوج خاص نسويها نسوي. هذا الخبر المو حلو. بينما الخبر الحلو، قناتي الثانيه اجاني الاشعار مال الدرع الفضي مال قناتي الثانيه، يعني راح يدزونا درع جديد. فالدرع الجديد راح يجينا، نريده منكم تكتبوا لي بالتعليقات شو اكتب على الدرع الجديد، يعني بكيفكم بكيفكم، اي اسم يعجبكم اي اسم يعجبكم. انا وعدتكم انه الاسم اللي تريدوه راح اخليه على الدرع. اي اسم يعجبكم، مصطفى تريدون تسموه بكيفكم، فلافل تسموه ابو صابر بكيفكم، اي اسم يعجبكم كتبوه بالتعليقات واشوف منو التعليق اللي عليه لايكات هواي راح اخذه واقول لهم يلا يوتيوب الدرع مالتي هيك كتبوا عليه يلا. فبهذا الخبر السعيد شباب وصلنا لنهايه الفيديو، استعدوا من باكر ساعه وبالوحده راح يبدا التنزيل اليومي. تركوا بالقناه وفعلوا الاشعارات، راح انزل بشكل يومي. وحتى اذا ما اجاكم اشعار دخل الساعه بالوحده الظهر بتوقيت العراق والسعوديه راح تلقوني منزل فيديو ان شاء الله. وشكرا على ثقتكم ودعمكم المستمر. بس مع السلامه.